فرجعنا من الفاصل اعزائي المشاهدين، ومعانا فقره المطبخ، معانا الشيف شيماء الجمل. اهلا بيكي، اهلا وسهلا. هتعملي لنا ايه النهارده؟ النهارده هنعمل حاجه سهله وبسيطه لكل ست بيت تحب ان هي تعمل حاجه كويسه لاولادها وبتطلب دايما بره، بس هي بتبقى ناقصها التكه اللي هي ليه انا ما بعملهاش زي بره. تمام، خلاص. احنا النهارده هنعمل اللي هو سر الطبخه، يعني سر الطبخه. هنعمل النهارده الكريبات بمختلف انواعها، وهنعمل كمان الحواوشي. طب اتفضلي قدامي. تمام. احنا عندنا هنعمل النهارده الحواوشي، عايزين نص كيلو لحمه مفرومه، بس يا ريت تكون فيها دهن، تكون فيها دهن شويه كتير. ليه؟ لان الحواوشي بيحب ان هو الماده الدهنيه فيه عشان تطري العيش. اول حاجه محتاجين بصل مبشور، محتاجين فلفل اخضر مبشور، محتاجين توابل ملح وفلفل وجوزة الطيب. وببتدي اعجن الاول الملح مع حضرتك. فرمها في خلاط او في لا كبة؟ انا جاي، انا دي مفرومه بشتريها من عند الجزار على طول مفرومه. هي مجرد ما بتفرميها بتبقى كده. خلاص. ببتدي بقى بعد ما انا خلاص اهو عملت الملح والفلفل وجوزة الطيب وبهارات اللحمه عليها، ببتدي انزل البصل وانزل فلفل اخضر مبشور. تمام. الخلطه دي بتدي طعم حلو جدا وريحه حلوه قوي في الحواوشي. كمان في طالع الوقت بيعملوا حواوشي بيتزا. يعني ايه؟ يعني هما بيحطوا عليه جبنه موتزاريلا وقطع طماطم وقطع جوه الرغيف. انا هعملها لك دلوقتي. هعملها لك دلوقتي. يبقى احنا عندنا نوعين، الحواوشي التقليدي والحواوشي البيتزا. ولا اسهل من كده؟ جميله طبعا. خلاص الوقت. احنا دلوقتي معانا خالد. الو، بقى جاهز. الو استاذ خالد، انت رحت فين؟ طب خالد راح. حضرتك بتحطي بقى أهم حاجة اللحمه نيه في الرغيف. اهم حاجه الرغيف عندي يبقى تخين شويه، العيش ساعات بينشف. في ناس بتقول بينشف في الفرن او بينشف. لا، ما هو العيش لو هو زي ما انت شايفه كده الطبقه بتاعته تخينه مش رفيعه زي العيش العادي، عمره ما ينشف. فاحنا دلوقتي اهو هناخد جزء وهنكوره. طبعا النص كيلو يعمل لك 10، وبتفرديه جوه اهو بيعمل لك 10 سندوتشات. 10 نفس الحجم؟ وممكن اكتر كمان، لان شايفه الرغيف هو ده المفروض يستوي فين؟ في الفرن؟ ممكن يستوي في الفرن. انا دلوقتي هسويه لست البيت اللي ما عندهاش بقى فرن. على طول احنا لا احنا هنعمل الاول وبعدين نبتدي نحط عشان ما ننساش تقوم محروقه. تمام. فست البيت اللي ما عندهاش فرن او في اي مشكله عندها في الفرن، لا انا ممكن اسويهولك في الطاسه عادي جدا وهيطلع زي ما يكون انت حاطاه في الفرن. انا حطيت اهو. نبتدي بقى. طب خلي دي هنا كده. تمام. هنا خلاص كده الحواوشي جاهز. هبتدي اعمل ايه بقى؟ حط حاجه على وشه كده. ايوه، هبتدي ادهنه زيت من بره ومن جوه. من وشه ومن الظهر عشان ايه؟ يتحمر. هاتي كده. استني. لا هي خلاص، هي هدهن الطاسه الاول. خلاص هسيبها دقيقة وهاخد الحواشي اهو. في ناس بيدهنوا سمنة او زيت، اي مادة لا هو دهنية. ما اي مادة دهنية. اي مادة دهنية، لان هي اصلا اللحمة فيها المادة الدهنية، فما تحاوليش ان انت تكتري في المادة الدهنية عشان اكل صحي. بيبقى بيبقى مش صحي، وفي نفس الوقت مش هيبقى مستساغ في البق. تمام اهو.
بالراحة خالص، بهدي النار، نحط واحد واحد. تمام، واحد واحد. لو هي طاسة كبيرة أنا ما بحط اتنين. بيستوي فعلا من جوه؟ وبيستوي، هوريلك دلوقتي كله هيطلع حالا. هتسيبي كده، احنا عملنا الحواوشي العادي. اجيب بقى الحواوشي البيتزا. حواوشي البيتزا، ايوه. معايا جبنه موتزاريلا. خلاص ببتدي احطها جوه اللحمه اهي. خلاص كده ببتدي اخد الفلفل والطماطم واحط، بس مش كتير، كله جوه مفيش حاجه بره، كله جوه بس. وبيخش برضو بنفس الطريقه. هنكمل. والرومي بتحطها معاه ولا الرومي؟ لا، الرومي دي هتتعمل مع سندوتشات الكريب. انا دلوقتي هنخلص عشان نبتدي نعمل سندوتشات الكريب، ولا اسهل من كده. طب الكريب بيتعمل في البيت ازاي بقى؟ انا عايزه اعمل كريب بقى من الاول، من الاول خالص. ايه، بتجيب كوبايه دقيق، كوبايه لبن، كوبايه ميه، وبيضه، بتضربهم كلهم مع بعض وبيسابوا ساعتين اقل حاجه في التلاجة. وممكن لو هي هتشتغل بيه تاني يوم خلاص بتسيبه، وتاني يوم تبتدي تحطه في طاسه كبيره زي دي كده وتعمل الكريب. وبعد كده بقى هي عايزه تعمل كميه كبيره وتخزنها، مفيش مشكله، الكريب ممكن تخزن تفرزه في الفريزر عادي جدا. اكل جميل الصراحه. تسلمي يا رب. وسريع، اهم حاجه انه سريع. اه هو سريع فعلا. لو اتحمر زياده عن اللازم ينشف، ولا طول ما انت مغطياه مش بينشف؟ طول ما انا مغطياه مش هينشف. هو اهو بيتحمر، بياخد وقته. كنا بنتكلم عن الخوف والحزن، فانا قلت طبعا انا ما كملتش الفقره الاولى عشان الوقت، فالشيف بتعمل الحاجات بتاعتها بسرعه. هنتكلم لازم تتعلق بربنا سبحانه وتعالى، هو يعني اهم حاجه التعلق بالله، هو ده اللي هيشيل الخوف والحزن. لان انت خليفة الله على الارض، وقلنا الكلام ده قبل كده، ما ينفعش خليفة الله على الارض يخاف اساسا. يعني هتخاف من ايه؟ ده حتى الموت ما تخافش منه، ولا اي حاجة في الدنيا تخاف منها. لو انت وعيت وعرفت ان انت في اختبار، لو انت فهمت وعندك الوعي العالي ان انت في اختبار هتفهم. لكن لو انت مشيت بقى بوعيك انت خلاص هتخاف، وهتلاقي الشيطان سيطر عليك والافكار السلبية سيطرت عليك، فده طبعا هيأثر عليك سلبا. الو الو، السلام عليكم. استاذ احمد، عليكم السلام، اتفضل. ايوه شيف، بعدين الصوت مش سامع الصوت. الو، طريقه عمل المكرونه بالبشاميل. ايوه يا فندم. ايوه، بتقول ايه؟ طريقه عمل المكرونه بالبشاميل. طيب شيف شيماء هتقول لك طريقه عمل المكرونه بالبشاميل. طريقه عمل المكرونه بالبشاميل، حضرتك هتجيب 100 جرام، ده لو مثلا لو انت هتعمل مثلا لخمس افراد، هتجيب 100 جرام زبده او سمنه، بس بيفضل الزبده كطعم احسن. بتحط 3 معالق دقيق على الزبده وبتقلبهم لحد ما يتماسك، وبعد كده بتنزل باللبن بلتر لبن واحده واحده عليه. وانت بتتكلمي اعملي الكريب عشان الوقت. خلاص تمام. احنا كده واحده واحده بتعمله. عشان الكريب ده جميل، ده بيبقى جاهز. تمام، ايوه. انا عملته جاهز عشان وقت الحلقه، انما هو المفروض ما يتعمل في البيت. ايوه، وبالهنا والشفا. وبالهنا والشفا كده اهو. هنحط تاني جزء من الزيت.
بتهن؟ ما نخرمش الرغيف كده ولا حاجه عشان السوى؟ لا لا انا هقطعه لك حالا دلوقتي هتلاقيه مستوي. عشان الوقت بس نعمل الكريب احنا نخلص اي حاجه في الكريب بس احنا خلاص احنا كده خلاص عرفنا الرغيف الحواوشي بيتعمل ازاي. الكريب بقى سريعا الكريب عشان الوقت. طيب. الكريب سهل جدا. انا بعد ما عملت العيش بجيب العيش بتنيه نصين خلاص وبحطه جوه الطاسه ناشفه. ليه؟ عشان يدي القرمشه اللي انا باخدها. وبجيب مثلا بانيه بحط البانيه ممكن بقى احط معاه خضار في طبعا بيطلب بقى في اللي بيحب معاه خضار مثلا فلفل او طماطم. ممكن احط معاه كمان جبنة رومي او موتزاريلا براحتك بقى زي ما انا عايزه دي حريه شخصيه اي حد زي ما انا عايزه بحط فيه. وطبعا خلي بالك انت لما بتعمليك في البيت ما بيتكلفش بنفس سعر اللي بره. لا انت ممكن بتشتريه من بره ب50 ب60 جنيه الساندوتش. لا انت هنا انت ممكن تعمليه طبعا عشان بتعملي اربع سندوتشات بنوفر اقتصاديا طبعا يعني. فده حاجة طبعا وبعدين انضف. انت عارفه انت حاطه ايه وعارفه بتعملي ايه. طبعا برنامج امراه من كوكب اخر بيعلن عن مسابقه المواهب دي هتبدا خلال اسبوعين كده ان شاء الله. التواصل للاشتراك في مسابقه المواهب التواصل على الرقم 012-72-36-229 012-72-36-229. اي حد عنده موهبه غناء عنده اي موهبه حتى الرسم في اللي هو العرايس اللي بتتحرك اي موهبه الشعر يتواصل معانا على هذا الرقم. بحط كاتشب. الكاتشب ده احنا بنحطه بعد ما الحاجه تستوي؟ لا لا بنحطه برده جوه الحاجه عادي وهنايا. تمام بيدي طعم مشكلة عادي مفيش مشاكل. اهم حاجة الاتنين طلعوا في الاول وخلاص. ايوه خلاص ببتدي اتني نقفل الكريب بس. ايوه هنقفل الكريب كل حاجة هتتحل بعد كده. اهي لا ما احنا عندنا اتنين تاني هنقفل الكريب. ايوه معانا 3 دقايق خلاص. ادي الكريب اهو طبعا زي ما انت شايفة قرمش اهو. تمام خلاص بسيبه دقيقة واحدة بس. سهل طبعا سندوتشات سهل عشان المدرسه كمان برضو سهل جدا. ممكن تعمله الصبح تبقى مجهزه الكريب وتعمله الصبح للولاد وهم ماشيين ما بياخدش 10 دقائق والنادي مدرسه اي حاجه حاجات سهله. هنا البرنامج بتاعي ما بيعملش للحاجات السهله. ليه بقى؟ عشان الوقت. مشكلتي في الوقت. كنت نفسي اعمل لكم محمر ومشمر وحاجات تقيله بس مش عارفه والله. احنا الفترة الجاية هنعمل اسماك. في شيف اسماك هيجي معانا فهنعمل اسماك الفترة الجاية. بس الاسماك عايزة وقت يا جماعة. ما هي الاسماك عايزة وقت. احنا اختيارنا فاضل دقيقة كان اسماك الاول لكن لا خلاص بقى شيل الحلق ده. لا ما انا هشيله خلاص. ده بشيله. طيب ماشي اوكي. غالبا هاخد 3 ساعات الفترة الجاية. انا عايزة اهدي النار. هديها شويه. اوكي طب نطلع الكريب بقى كده خلاص الكريب. نطلع الكريب عشان يبان على التقديم عشان هنختم كده. جميل جميل. يا ريت بقى طلعيه بره كده عشان يبان في الكاميرا. وبالهنا والشفا. طيب بالهنا والشفاء اعزائي المشاهدين والى اللقاء في حلقه جديده من برنامج امراه من كوكب اخر.